مشاهدينا الكرام، والتقينا بهالعائلة الحلوة وبهالبنوتة الجميلة. خلي أنا وأنتم نتعرف عليهم. مساء الخير. مساء النور يا روحي. صحة والعافية حبيبي. أنت عمري. أنت تعرفين عن حضرتك؟ أنا قمر والدي. قمر اسم على مسمى. حبيبي. موظفة طالبة قمر. أنا ممارس أسنان. يعني إن شاء الله نقول دكتورة أسنان. دكتورة أسناني إن شاء الله. إن شاء الله. حبيبي. حبيبي. على أسنان. صار يا روحي. مساء الخير. مساء الخيرات. صحة والعافية. تعرفنا عن حضرتك؟ أبو قمر إسماعيل. يا أهلاً وسهلاً، شرفنا بيك أستاذ. عمل حضرتك؟ كاسب. كاسب؟ بس عندك عمل لازم حتى نسولف فيه؟ مهندس ديكورات. حلو. لو ما كان هذا عملك، شنو كنت حاب طموحك يكون عملك؟ والله كان أمنيتي أن أصير دكتور جراح. بس احنا العوض بغمورة. إن شاء الله. إن شاء الله. اللي احنا ما قدرنا نحققه نخلي أولادنا يحققوه. إن شاء الله. إن شاء الله الله يحقق أمنياتنا وأمنياتكم. آمين يا رب. قمر، كانت قناعتك انه انت تكونين دكتوره او تتحققين حلمك؟ صدفه صارت. صدفه؟ اي كنت مهندسه معماريه كان حلمي. ايوه. ورحتي طب. طيب احكي لنا، الدراسه لازم معدل قوي. طبعا. شو كنت تدرسين احكي لي؟ لا انا ممارس، طبقت ممارس يعني ما ماخذ الشهاده، يعني عند اطباء طبقت. حلو، يعني بس ما جبتي معدل؟ لازم تجيبي معدل بالموضوع. لا اني عند اطباء يعني الشهاده ما ماخذه. نعم. بس عن خبره مو عن شهاده. بس يعني تعرفين شنو اللي مو متمرس دائما يكون اشطر من الدكتور؟ سبحان الله ما اعرف. فعلا صحيح، لان اكو هواي طلاب يعني يقون النظري. نعم. احنا درسنا دراسه دائما ناخذ العملي تطبيق باليد، بس نعم. النظري محاضره من الاستاذ ما نستوعب اكثر من العمل. اكيد مليار بالميه. طيب احكي لنا، صارت قد متمرسه؟ صار لي 3 سنين ونص. تحسين نفسك انه قد؟ جيبي لي هنا تشير بس اشتغل. عندنا المخرج جراد له حشوه. صار معي متدرب. ان شاء الله لك كل التوفيق حبيبي عمري. شنو علمتك الحياه؟ اوه هوايه للصبح ما يخلصن. وحده كلش قويه بالصميم. مهما انكسر اظل قويه. هوايه مهما انكسر، اي بنيه مهما تنكسر خلي تظل قويه. مو يعني ما حد الها بس نفسها. اكيد شهادتها ويخلي لك الوالد. الله يسلمك يا روحي حبيبي. انت عمري نقول انه الكسرة لا تنكسرين، تكون قوية. دام هذا الوجه الحلو بحياتنا ما ننكسر. مو؟ إن شاء الله. إن شاء بعد الله رب العالمين يعني. طبعا أكيد ونعم بالله ويحفظ لك يا رب. حبيبي أنت يعني عمرك. نقول نول الانكسار. طبعا نول الانكسار. شنو علمتك الحياة؟ بين الشيب معلمتك الحياة وكل شيء. الحمد لله. لازم يكون الأب يكون عبارة عن جبل. أكيد. تستند عليه أمور الحياة كلها. العائلة ويكون سندان قوي. بالذات للبنية. يكون سندان قوي وخاصة للأقارب والأخوة والكل، يعني يشيل مسؤولية الأقارب كلها. ليش؟ لأن الله يقول لكم وفي الأرحام صلة، يعني واحد يصل أرحامه. بالنسبة للعوائل والأطفال هذول إعالتهم سهلة، بس ارتكاز الأخوة أكثر علي، أكثر من بناتي وأكثر من عائلتي. هم يرتكزون عليك. لكن الأخي الأكبر لهم أني. هنا أنا توقع. صديق أبويا. صديق أبويا، ما أسمي بابا، أسمي صديقي. الله يحفظ لك يا رب. الله يسلمك يا روحي. هسه شنو علمتك الدنيا؟ ما قلت لي. والله علمتني الدنيا أنه نوجه رسالة لكل أب. نعم. الحياة مدرسة أستاذ هالزمن. أكيد. لازم ياخذ من العبره الصحيحه والعبره الخطا، لازم يوجه بها المن الاصغر منه والدون منه. نعم. لان العبره الصحيحه هي اساس المجتمع وهي اساس البناء الصحيح وهي اساس القمه. نعم. نتوجه لها والاستقامه، بينما السلبيات لا، السلبيات لازم نحذر منها الاصغر من عندنا والاكبر من عندنا. نعم. حسب قاموس الحياه اللي مرينا به احنا واللي تعلمنا منه ان شاء الله. قلنا ان شاء الله بالمستقبل اذا الله مد بحياتنا لا لك طولت العمر يا نبني رب. نبني احسن ونقدم احسن ونعلم اجيال احسن ان شاء الله. لك طولت العمر يا رب وتشوفهم باعلى المراتب. طبعا انتم ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون دينار وان شاء الله تفوزون ويانا بالسحب. وايضا عندنا جائزه مقدمه من عياده الدكتوره على حسين العبادي، الحريه الثالثه قرب صيدليه ارض الحريه. اوكي. يخليك يا رب. اذا ربحت ال 10 مليون شو تسوين بها؟ اعطيها لوالدي. ينتعب علي هواي وعلى اخوات، يعني الله يسلمك. الله يخليه يا رب. اذا ربحت العشرة وان شاء الله اقول لك اكيد انا الرابح. يلا ان شاء الله. مليان ان شاء الله. شفت رؤية مباركة، وان شاء الله باذن الله اذا ربحت اقدم لكل انسان محتاج. كل انسان محتاج ومر بظرف واقدر اساعده المبلغ اللي اقتنع به اني اساعده. نعم.
يلا ان شاء الله تفوزوا ويانا بالذهب. طبعا عندنا سؤال وفي عده خيارات تستعجلون بالجواب. السؤال يقول ما هو اللون الطبيعي لعنصر الكبريت؟ الخيارات ابيض اسود او اصفر. جاوب انت. الكبريت هو اللون الطبيعي بالطبيعه الاصفر. نعم. ويحمل الرمز اس. حلو. صحيح جوابك؟ شو تقولين؟ غششيني. شو تقولين؟ شنو الخيارات؟ الخيارات تقول ابيض اسود اصفر. حلو هذا التيشيرت الولد، تشوفي يا لون؟ لا حول التيشيرت ابويا كلش ابيض. لا لا ذاك الولد شنو لون التيشيرت؟ اصفر؟ يعني لو غشش ترى وجهه لابس تيشيرت اصفر. اصفر اوكي اصفر. لا بتصادف في موقف زعلتي منه عاقبك؟ والله ما اذكر لاني انسى بسرعه. حلو هاي حلوه ترى فقرت النسيان. والله انسى بسرعه بالثواني. بس ما ننسى حب الوالد طبعا. اكيد الله يسلمه لنا يا رب. تقدمي له كلمه حلوه له. الله يحفظه ويطول بعمره ويخلي خيمه لنا يا رب. امين يا رب. حبيبي آمين. حبيبي طبعا فزتوا في ثياناتكم كل السعيده تقيتوا في حلوه وسمحه.